انتما ما شاء الله الدنيا ضاويه في المغرب الجديد. شارع النارسيس مضاء لكن اضواء فهي صفراء، وليتها كانت مثل اضواء شارع البحنيني، اضواء بيضاء كتعطي واحد الجماليه اكثر. مغرب جديد حي، تزيئة المغرب الجديد كما ترون. مع اليسار كاين مسجد الإمام مسلم، دودان لتقليل من السرعة. هو أول شارع جهز في حي المغرب الجديد، أشجار والوحيد اللي فيه الأشجار اليمين وعلى اليسار. فيه صيدلية تسمى صيدلية الريان، ها هي في دار القرآن، وفيه سوبر مارشي جديد. دو كافي هنا، جوج ديال المقاهي على الطريق. تيراسا وكافي مونت بلون، مونت بلون جوج المقاهي معروفة هنا في حي المغرب الجديد، تيراسا و مونت بلون. نعناع الأبيض مونت بلون، هنا مركز تصفية الدم، هو هنا. الله يشافي جميع مرضى المسلمين يا ربي، اللي مريض الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم الداء ديالو، واللي صحيح الله يزيدو الصحة على الصحة، واللي محتاج الله سبحانه وتعالى يعطيه. هذا هو الشارع اللي كيشق المغرب الجديد على شقين، شارع النارسيس. على اليمين كاين شارع الياقوت، ندوزو الآن شارع بوحنيني، شوفوا الفرق الإضاءة ما بين الأصفر وما بين الأبيض. ليل العرائشي، ليل جميل، ليل ساحر. سحي الأحباب والأصحاب. شوفوا معي الجهة الأخرى، شارع بوحنيني، وغادي تشوفوه دابا. هذه الساحة ديال بوحنيني، فرق شارع بوحنيني اللي كيتواجد ما بين حي الوفاء وحي الشعبان. ها هو إضاءة هامة وهامة جدا في هذا الشارع، هذا زادته رونقا وجمالا هذا الشارع اللي كيوصلنا حتى لساحة التسامح. شفت اللي طاحت شحال هادي، هاد الأسبوعين كانت دارت واحد المشكل هنا في الأرضية وراها تصلحت بسرعة، لأن الصحافة المواقع الإلكترونية كتبت عليها قالت كيفاش كان الإصلاح وكيفاش دغيا انقلب رأسا على عقب. هنا اليمين حي الوفاء وعلى اليسار شعبان جوج. شوفوا ما شاء الله إضاءة إلى آخر حد، كيبان واحد الشي رائع. فين كتواجد قاعة ديال البوحنيني متعددة التخصصات. هنا فين كاين الدائرة الثالثة ديال الأمن، وكاينه المقاطعه هنا كذلك، كاينه مندوبيه ديال الشؤون الاسلاميه هنا كذلك، جمعيه الوفاق لخدمه الطفل المعاق. ها هي القاعه ديال متعدد التخصصات بوحنيني هي هذه. شارع طويل والاضاءه استبشرنا بها خيرا، يا ريت لو كانت المدينه كلها مضاء بهذا الشكل هذا، يا ريت.
مؤسسة ألوان الطيف للتعليم الخصوصي. دور مع راسك ما تخافش، لأن الدنيا ولات مكشوفة بعد أن كانت مظلمة ظلم حالك. وصلنا لقاعة الأفراح، هي هذا الشارع اللي كيدي مقابر التسامح. مضاء يبدو أشياء صفراء. قلبنا على الشارع عقبة بما فيه إضاءة ليست كمثل الإضاءة. شارع عقبة بما فيه هذا البداية ديالو من مدرسة عقبة بن نافع وكافي كواترو كاميون، النهاية ديالو المنار صيدلية ابن سينا على اليمين. هي صيدلية ابن سينا هي هادي حي سكنة التعمير بوحدة. نزيدو القدام حي الرحمة في عز الليل، هذه المقاطعة ديال الكوبية هي هذه. المقابل كاين مكتبة ديال اقرأ ومقهى وليلي. أمانة صيدلية الرحمة هي، تحية لكل الصيادلة لدينا يعملون بجد على الأمانة. كريدي هي كوديا بين كوديا وجنال المسال أو حي الرحمة. عمرنا دزنا من هنا بالليل لأول مرة، ولا حتى شارع بوحنيني ولا المغرب الجديد، شفتي الفرق بين الإضاءة والإضاءة. تحية لحسن الشاوي مول هاد الحانوت، هذا الصديق ديالنا حسن الشاوي كيبقى حتى لآخر ساعة من الليل. اللي بغى شي حاجة راه هو ديما فاتح. كنتمنى تكونوا مسرورين ونحن بالقرب من مقهى السرور. تحية لخي مصطفى مول قهوة السرور، وخي الشاوي رشيد مول هاد المقهى ديال اسطنبول وشوية اسطنبول. وتحية كبيرة لهاد العمال هادو اللي كيخدمو بجد، عمال ديال النظافة، الله يوقف معاهم، الله يسهل عليهم، الله يكمل بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.